الله برضو بيلمني سمكتين، بقى سنتين كان بيشغل على دي برضو فلايكي، كان بيسرح في البحر وكده. هو كان يعني شاب كويس، الدنيا قاسيه بيه. راح مسافر في سفريته ديت دي مرتين، وراح التالتة اللي احنا سمعنا عنه هو ميت. ربنا في نفسه قبل اي شيء، عمره ما مشيش غلط، عمره ما فكر يمشي غلط، مشي من البلد دي عشان ما يمشيش غلط. حب اللي هو طموحه توصله ان هو يبقى بعيد عن الناس دي كلها والدنيا دي كلها، ويمشي في الايه في سكه كويسه، ان هو شو طريقه في حاجه بعيد عن المخدرات، بعيد عن وجع الدماغ، بعيد عن اي حاجه وحشه. سمعنا الله اعلم برضو، الله اعلم في علم الغيب اللي احنا بنسمعوه، في ناس بتقول لك بودره وناس تقول لك لا. لا في ناس بتقول النهارده بسمع منك اهو بيقول الشلل نفسه، مش عارف بقى الثلاثه دول ايه بقى، حقيقه ولا مش حقيقه. في من واحد برضو من ثلاث ايام برضو ولا من يومين برضو كان متوفي، بس لسه مش عارفين مين ده. بعد بكره، بعد بكره هيجي دوت كمان. هنا احنا مش عايزين حقه ولا فلوس ولا حقه مثلا عوض. حقه في الدنيا مات ازاي؟ حقه ازاي مات هناك هاني، ومين اللي موته بالظبط، وايه سبب وفاته؟ سبب وفاته احنا اللي سمعنا اللي هو سبب وفاته اللي هو اتشنق نفسه، يعني عدم يعني هو انتحر. كاتبين عليه في اوروبا اللي هو انتحر. لا بس ده الكلام ده انا بكلمه جاي من اوروبا، اللي هم في التلفزيونات هناك عندهم وفي الصحافه عندهم هناك بيتكلموا، اللي بيقولوا هاني انتحر. يعني مش قالوا هاني بقى مثلا مرتين ثلاثه استاذ، او هاني انتحر. طب واحد بقاله شهر قدامه، شهر ولا شهر ونص، وبقاله سنتين في السجن، هيجي على اخر شهر ونص وينتحر.